ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده يا جماعه هنتكلم باذن الله عن اللون الجديد اللي فتحوه في الزومبي بعد التحديث بتاع منتصف السيزون. سيزون 4 في لون جديد اتفتح، كامو جديد تقدر ان انت تفتحه للاسلحه بتاعتك كلها عن طريق انك تكمل ميشن مطلوبه منك. بصوا يا شباب، الميشن مش سهله، هي محتاج منك شويه حاجات انك تعملها. هقول لكم على كام حاجه تعملوها وايه الحاجات اللي تبقى معاك علشان خاطر تنجز نفسك من القصة دي ان شاء الله. ففي كام حاجة كده تبقى معاك في الشنطة، وفي حاجات ما تبقاش معاك خالص، تمام؟ ايه اللي هتخش بيه الجيم؟ ويفضل طبعا يكون معاك تيم، ما ينفعش تعملها سولو، يفضل يكون معاك تيم، لان الميشن صعبة جدا جدا دي في الريفت. الريفت دي يا شباب بتبقى الزومبي فيها قوية جدا، اقوى من الريد زون نفسها. ففي كام حاجة كده مطلوبة منك ان انت تعملها ان شاء الله، وهبقى اسيب لكم كده يا شباب ايه الحاجات اللي تخش بيها. يفضل ان انت تخش باسلحه زي الار جي ال، زي ما كنا اتكلمنا في فيديوهات الزومبي القديمه اللي في القناه هنا. السلاح اللي هو اللانشر ده اللي عامل زي البازوك اللي بيرمي قنابل، ده اللي اسمه ار جي ال، ده يبقى معاك. عندك سلاح زي الكروس بول اللي هو اللي بيضرب اسهم، ده سواء بقى اسهم بتنفجر، اسهم سيرمايت، ايا كان، برضو ده ممتاز، لكن الار جي ال سلاح لابد منه. طب يا شباب ده شكل الكامو اللي كنا بنتكلم عنه، تمام؟ ده الشكل اهو اللي هيتفتح، هو الكامو اللي انتوا شايفينه ده. الحاجات اللي تبقى معاك يا باشا، اول ما تخش يفضل سعادتك سيبك من الواسب ستينجر. انا كنت جربت السلاح ده، السلاح ده سيء جدا، السلاح ده وحش جدا، تمام؟ سعادتك مطلوب ان يبقى معاكوا تيم كامل، ولازم يبقى معاك، حاول يبقى معاك الفيست اللي هي الثلاث دروع. ليه بقى؟ لان انت اول ما هتخش جوه هتلاقي معاك دي بتعمل ايه؟ جولدن ارمر دي يا باشا، اي حاجة عندك كل شوية هتلاقي الارمرات بتاعتك عمالة بتجمع تاني، مش لازم انت اللي تحط ارمراتك، عمالة بتحط تاني لوحدها اوتوماتيك. بالاضافة الى دي كمان هتبقى معاك، كل حاجة هتبقى معاك يعتبر. دي هتبقى معاك الماج بتاعتك، مش محتاج ان انت تعمل ريلود، طول ما انت بتجمع فئام وبتفضل تضرب مش محتاج تعمل ريلود خالص، تمام؟ دي يفضل تبقى معاك، لو معاكش السكيماتيك بتاعتها يا ريت حد من صحابك يرميها لك، تمام؟ لان دي مهمه جدا 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 جدا. دي بتبقى عباره عن سكينه معاك بتفضل ترميها بتموت مثلا 3 4 زومبي وترجع لك تاني، بتقعد 3 ثواني وتشحن تاني. فمطلوب من حضرتك ان انت دي تكون معاك في الشنطه وانت داخل زي كده اهو، تبقى معاك هنا، تمام؟ هتخش معاك انت مثلا، انتوا 3، انتوا تيم 3، وممكن تقابل ناس جوه تعملوا تيم اب زي ما هتشوفوا في الفيديو كده ان شاء الله. حضرتك هتخش كل واحد من صحابك، واحد معاه نوعين امو، او الامو بتتجاب منين؟ بتخش على الشنطه بتاعتك اد ايتم، هتخش على دي سكيماتيك، هتخش هنا في الامو مودز. عندكم كام نوع؟ في 5 انواع. كل واحد من التيم بتاعك يا باشا يبقى شايل 2، ما عدا واحد هيشيل 3. ليه؟ هتعرف كمان شويه. وفي ممكن هتلاقي عندك دي في الريوردز يا جدعان، دي الحاجات اللي انت بتاخدها وتخرج بيها من اللعبه، بتخرج بيها من الجيم لما بتعمل اكزيت عن طريق الاكسفيل. هتلاقي هنا يا شباب اهو، لما بتخرج بالطياره في حاجات ممكن تلاقي هنا عندك 3 خانات اهي، ممكن يبقى عندك برضه حاجات هنا، ايثر تول، مش عارف ايه، باك بانش، بركات اهو، ادي ري جن مثلا، كيس تقدر تخش جوه تحولها الري جن على طول، تمام؟ دي الريوردز اللي بتجيلك من لما بتعمل ميشن ولا حاجه، دي الهدايا اللي بتجيلك، ودي الاستاش، دي الحاجات اللي انت بتقدر ان انت تركن فيها، تمام؟ نفس القصه برضو في حاجات بتبقى معاك، الحاجات الامو مودز او البركات او كل الحاجات دي ممكن تلاقيها هنا، او بتعمل لها كرافتنج لو انت فاتح السكيماتيك زي ما شرحنا قبل كده، تفتح السكيماتكس والحاجات دي ازاي، تمام يا شباب؟ يبقى حضرتك هتخش لي على الخانه دي، هتاخد لي ده يبقى معاك. الناس اللي بتحب تلعب بالوندر ويبنز عشان يطير يتنقل بسرعه في المابا، ممكن حضرتك تاخد ده معاك، السكورتشر، سواء كان سكيماتيك او زي ما قلنا من هنا اهو، كيس مثلا جات لك عن طريق ميشن او حاجه، او لقيتها من حاجه قتلتها طلع لك الكيس دي، تمام كده يا شباب؟ حضرتك ممكن تحط ديكوي، الليثل مش محتاجينها، لان انت اول ما هتخش هتقوم دايس على دي هتفضل معاك على طول، ما تاخدش اي حاجه مكانها، هي انت مش محتاج اي حاجه، كل 3 ثواني بتشحن تقوم راميها تاني تموت لك 3 4 زومبي وترجع لك. اهم حاجه دي بقى الفيلد ابجريد بتاع حضرتك هيبقى هيلينج اورا. ليه هيلينج اورا؟ عشان خاطر لو انتوا اتدونتوا واحد فيكم بالدور كده تبقوا ماشيين بالترتيب، انا اتدونت اقوم دايس، هقوم اقوم التيم بتاعي كله، لو التيم كله اتدون، ولازم لازم لازم يكون معاك سيلف ريفايف زي اللي انت شايفها دي، ويفضل لو جوه لقيت سيلف ريفايف خدها برضو،
حلو. البركات مش مهم تاخد معاك بركات اول ما تخش الجيم، لان حضرتك اول ما هتخش الريفت دي برضو عشان ما نسبقش الاحداث، خلينا نخش حضرتك دلوقتي هتخش الجيم، هنحط الار جي ال يا شباب، لازم يكون معاك الار جي ال، لازم اول ما تخش يفضل يكون معاك كريستال عشان ايه تنجز حالك، لان انت في زومبيز هتموتها. اول ما تخش يكون معاك دي الفلولس اثيريوم، ويكون معاك ليجندري تول، يكون معاك الاثنين دول ان شاء الله تمام، يكونوا معاك سواء تاخدهم من الكرافتنج او من الستاش سيمون. دي ولا ليها اي لازمه حرفيا، ولا ليها اي لازمه، ما تجيبهاش معاك هتضيعها. كده يا جماعه دخلنا الجيم، اول ما تخش الجيم عايزك بقى حضرتك هتبص لي على الصوره دي كويس جدا وتسيفها عندك، هسيبها لكم في لينك في الديسكورد، هسيبها في الديسكورد عندي ان شاء الله في سيرفر الديسكورد. حضرتك تخش على السيرفر هتلاقي دي موجوده، تعمل لها داونلود علشان خاطر تقدر تشتغل عليها. دي الاماكن بتاعه الزوم بتاعه العمويد اللي انت حضرتك هتروح لها. كل عمود بيبقى تحتيه نوع رسمه معينه اللي هي الاميونيشن، اللي هي الامو تايب اللي انا شاورت لكم عليها، اللي هي الخمس انواع طلقات. حضرتك انت معاك التيم بتاعك هتقعد تتنقل بسرعه انك تروح للاماكن دي بالظبط علشان خاطر تشوف هي موجوده ولا لا. مجرد ما بتلاقي المكان بتبص تحتيه على العلامه بتاعه الاميونيشن، طالما العلامه دي موجوده على السلاح اللي انت بتلعب بيه تقدر ان انت تعمل لها اكتيفيت، تقدر ان انت تشغلها. هتبص تلاقي في دايره اتعملت حواليك، هتلاقي زومبيز عمالين بيجوا حوالي 30 زومبي، بتفضل تموتهم، لازم تموتهم جوه الدايره بالسلاح اللي فيه النوع ده من الطلقات. تموتهم يا باشا جوه الدايره، اول ما السولز تتجمع بتاعتهم اللي هي الارواح بتاعتهم دي بتتجمع، هتلاقي زي ميشن كده كانها خلصت. تاخد يا باشا الريورد بتاعتك وتبتدي تدور، طبعا يكونوا صحابك بيدوروا على باقي الحاجه وهكذا. اول ما بتخلصوا ثلاث عواميد ودول بيبقوا يعني بيظهروا في المابا في اماكن عشوائيه، فانت غصبا عنك لازم هتروح الاماكن دي كلها. عندك في المنطقه البيضاء، في المنطقه اللي هي الخطر فيها ليفل 1 والحاجات اللي ليفل 2 والحاجات اللي هي ليفل 3، المنطقه البيضاء والصفراء والحمراء تمام كده، انت وحظك بقى. حضرتك بعد ما بتخلص ده هتلاقي العلامه دي ظهرت لك. العلامه دي يا جماعه اسمها انستيبل ريفت، دي اللي انت هتروح هناك علشان خاطر تدخلك على الميشن دي اصلا تمام. انت ونصيبك كده كده اول ما بتخلصها بتظهر في المبى لكل الناس، ممكن تقف تستنى ان حد يجي معاك وبتقوم دايس على الزرار اللي انت بتعمل منه بينج، اللي انت بتشاور منه على اي حاجه في المابا، تفضل عامل هولد عليه كده تدوس، هتلاقي طلع لك قايمه بالماوس او بالكنترولر بتاعك بتعمل ايه، اضافه مثلا اللي هو يخش التيم بتاعك، يخش الفريق بتاعك تمام، او ان انت الجوين يعني اسك تجوين لايه للسكواد بتاعتك. العدد يا جماعه اقصى عدد ممكن تضيفه في السكواد بتاعتك هو 6، يعني انتوا دلوقتي 3 ويتضاف عليكم 3 كمان بس كده، هما 3 بس اللي هيخشوا معاكم، وكل ما العدد يزيد مصلحه، لان جوه الزومبي كتير جدا وعندك جوه عدد الويفز جوه 5، لازم تخلص الخمسة ويفز دول، وكميه زومبي رهيبه، يعني احنا خدنا نص ساعه عشان نخلص 30 دقيقه كاملين زومبي بس تمام، كانك بتلعب راوند بيس كده بتاعت كل دور. حضرتك هتفضل موجود، يفضل بقى معاك الار جي ال، او ما بتخش الريفت ده يا شباب زي ما انتم شايفين كل البركات معاك، السلاح ليجندري بيبقى ده كمان بعد الليجندري بيبقى زي الـ الري جن والحاجات دي بيبقى فوق الليجندري كمان، وكل حاجه موجوده عندك وكل البركات معاك وكل حاجه تمام. حضرتك تستفيد بالحاجات دي، انت واصحابك تفضلوا تتحركوا وحاولوا يبقى في تنسيق بينكم في استعمال الهيلينج اورا علشان خاطر ما تخسروهاش كلها، لان انتوا لو كلكم اتدونتوا ومحدش فيكم معاه سيلف ريفايف او مفيش خلاص هيلينج اورا عشان كله يقوم، خلاص انتوا كده الدنيا باظت وهتضطر تخش تعيد تاني من اول وجديد. فحاولوا يكون في تنسيق بينكم، لان انت هتتدون يعني هتتدون، دي ما فيهاش كلام، لان عدد الزومبي كبير جدا والزومبي في المكان ده بيكون قوي. حضرتك يفضل في تنسيق بينكم عمالين بتتحركوا، اول ما هتخلصوا الخمس ويفات دول او الخمس موجات دول هتلاقي ظهر لك الايقونه دي فوق بتاعه ان انت خلاص خلصت الميشن ومبروك عليك، الكامو كده اتفتح وحضرتك تقدر تحطه على اي سلاح معاك.
بعد ما تخلصها تقوم خارج على طول خلاص كده كأنك عملت اكسبل. ده كده يا شباب خلاص كده مبارك عليك الكام اتفتح، تقدر تحطه على اي سلاح عندك زي ما احنا متعودين، حتى لو ليفل 1 مفيش اي مشكله. الكامو يستاهل يا شباب، الكامو جميل جدا الصراحه وشكله تحفه، فيستاهل ان انت تتعب له في الموضوع ده. اتمنى ما اكونش طولت عليك، واتمنى كده يكون الشرح بسيط. ولو سمحتوا يا شباب خشوا السيرفر بتاع الديسكورد، هنسيب ان شاء الله الصوره دي هناك، هسيبها لك هناك بحيث ان انت تقدر تستفيد منها، وتقدر ان انت تعرف اماكن الحاجه دي فين، تشغلها بقى من على موبايل لو انت الجهاز بتاعك بشاشتين، تقدر تشغل الصوره دي على الشاشه اللي جنبك وتبقى بتتحرك معاك الموبايل في ايدك، تعمل زوم ان وتشوف المكان فين وهكذا. انا بعمل لك كل ده علشان خاطر انت تستفيد وتبقى فاهم في ايه بيحصل حواليك، وتبقى الدنيا واضحه لك. الموضوع ما فيهوش اي صعوبه، امشي مع الخطوات اللي انا قلتها لك دي، وباذن الله هتفتح الموضوع هو كله، ما ياخدش ساعه زمن اذا انتوا كلكم ما بينكم تنسيق وما بينكم حركه مظبوطه وكلكم مظبطين مع بعضكم كل حاجه بالظبط. ساعه زمن بالظبط اكون مخلص كل حاجه، ممكن اقل كمان. تمام يا شباب، اتمنى مشاهده ممتعه ليكم، وما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب عشان خاطر اليوتيوب يزق المحتوى بتاعي. اهم حاجه اللايك يا شباب عشان خاطر اليوتيوب يزق المحتوى بتاعي لناس جديده، ونكبر القناه بتاعتنا ان شاء الله، ونوصل لاكتر من كده باذن الله، 10000 و100000 ومليون ليه لا. مفيش حاجه صعبه علينا، وباذن الله كل ده بايد ربنا، كل احنا علينا نعمل اللي علينا والباقي ده بتاع ربنا. فاتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى مشاهده ممتعه ليكم، وممكن اسيبكم كده ايه مع شويه لقطات بقى مع الزومبي في الاخر للي حابب يتفرج عشان تشوف تعمل ايه والطريقه اللي احنا كنا بنلعب بيها. سلام. طب يا شباب قبل ما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست يا شباب هو في بي ان زيه زي اكزيت لاك. كنت بستخدم الفي بي ان ده لايه؟ بستخدمه لحوار تهنيج اللي احنا بنواجهه في السيرفرات. اكزيت لاك ده بيخليك تتوجه لاكتر حاجه قريبه منك. لاجو فاست بيعمل نفس الموضوع، بس لاجو فاست فيه ميزه انه ممكن كمان بيعمل لك زي اوبتمايز للجهاز عندك علشان تستفيد باقصى حاجه ممكنه للجهاز، تاخد فريمات اكتر والحاجات دي، بالاضافه طبعا لخدمه الفي بي ان نفسها علشان خاطر موضوع انك بتضرب الناس ومفيش اي حاجه بتحصل، الضرب بتاعك كانه رايح في الهواء كده، فده بيقلل شويه من الموضوع ده. فانا يا جماعه ده السوفت وير عموما، وفي كود ديسكاونت لو انتم شايفين هنا ديسكاونت، هتكتب سي اكس 30 هتاخد ديسكاونت حوالي 30% تقريبا. فده الديسكاونت الموجود، وده اللي السوفت وير بيقدمه. والسوفت وير الصراحه انا جربته كام يوم، سوفت وير ممتاز. مش فكره ان عشان ده اعلان، لا انا متفق معهم ان السوفت وير انا هجربه لان بستخدم بالفعل حاجه، فلو لقيته مش قد كده ما مش هعمل اي حاجه عنه. فلا الصراحه هو يستاهل، يعني فعلا اي حاجه انت بتختارها فعلا هي اللي بتحصل. وده السوفت وير بتاعه يا شباب، بتختار اللعبه اللي انت عايزها وبتختار السيرفر اللي انت محتاجه. احنا طبعا احنا بنلعب على سيرفر يوروب، فبتختار اقرب حاجه ليك، تعمل بوست تخش اللعبه على طول من اللانشر بتاعك. يلا بينا بقى نرجع الفيديو.
اخيرا. ده انا ايدي وجعتني يا جدع. انا ما ايوه المهم قال على فكره. ها Thank you guys.
Thank you guys. No problem. Welcome, guys. I'm stuck. I love you. Dude, you gotta find your way out. Find your way out, man. Shit.